عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى. شيخ عكرمة أهلا وسهلا بك معنا، ما خطورة ما حصل اليوم من هذا الاقتحام وما صاحبه من ممارسات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاقتحامات العدوانية ليست جديدة، بل هي قديمة جديدة وتتكرر في جميع أعياد اليهود وفي مناسباتهم لهدف فرض واقع جديد إلى موضوع فرض السيادة على الأقصى. كل ذلك حصل ويحصل بالحراسة المشددة من الأجهزة العسكرية، وهذه الاقتحامات تجاوزت الخطوط الحمراء لأنهم أدوا صلوات تلمودية والعلم الإسرائيلي وغير ذلك لهدف لإقال للعالم بأن هذا المكان هو مكانهم وأنهم يقومون بحرية، وفي الحقيقة ما يقومون به ليس بحرية إنما هو تحت الحراسة العسكرية، وهذه الحراسة هي التي تجرئهم بالاقتحام. ولولا الحراسة لما تجرأ أي مقتحم من اقتحام الأقصى. وبالتالي هذه العسكرة وهذه الفوضى وهذه الغوغائية لن تعطيهم أي حق في المسجد الأقصى المبارك، ولن يؤثر هذا على منزلة الأقصى لدى المسلمين. ونستنكر حرمان المسلمين من الوصول إلى في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء أمس، هذه القيود هي قيود تتعارض مع حرية العبادة، حيث يحرم مئات بل آلاف المسلمين من الوصول إلى الأقصى من أجل أن يفسحوا المجال لهؤلاء المتطرفين من دخول الأقصى بسهولة وبيسر. هذه الإجراءات ككل هي إجراءات مرفوضة وهي تتكرر في كل مناسباتهم وأعيادهم. طيب شيخ عكرمة، بناء على هذه العسكرة وهذا التأطير الرسمي وحماية الدولة الإسرائيلية لهذه الاقتحامات، هل سيشجع ذلك على مزيد منها، مزيد من الممارسات على تكريس الواقع الذي يسعون لتكريسه؟ ما في شك أن العسكرة وأن هذه الإجراءات اللي من الدولة بشكل رسمي وبشكل مباشر يجرئ هذه الجماعات المتطرفة من اقتحامات الأقصى وتجاوز الخطوط الحمراء، ما في شك في ذلك. نحن نحمل المسؤولية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى الصمت العربي الذي يتفرج علينا وهو مكتوف الأيدي. نعم، ما الذي يجب فعله قانونيا وفعلا، يعني على صعيد الأفعال، سواء من الجانب الفلسطيني أو من جانب المملكة الأردنية؟ نعم، أيضا نعم، في إطار المسؤوليات الدبلوماسي والسياسي، وعلى جميع الدول العربية والإسلامية أن تقف إلى جانب الأردن في هذه الإجراءات ليشعر الاحتلال بأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم بل لجميع المسلمين في العالم، وحتى يتقوى موقف الأردن في الضغط على إسرائيل لتتراجع عن تجاوزاتها. نعم، شكرا جزيلا لوجودك معنا شيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من القدس، شكرا لك.